يلا يلا يا ساتر. صباح الخير. السلام عليكم. ايه يا عم جعلوس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الفل عليكم اخواتي. احلى صباح عليكم. يا رب تبقوا بخير وصحه وسلامه. التزام التزام والله العظيم يا جدعان، وحاجه يعني في منتهى الجمال. المهم صباح الفل عليكم. تعال نصبح على الناس اللي موجوده في اللايف. يا روان تسلمي لي على اللفايه، صباحك فل. يا ندى تسلمي لي، تسلمي لي حوكش على اللفايه. يا مريوم تسلمي لي على اللفايه. مريوم زوزه تسلمي لي على اللفايه. صلاح تسلم لي على اللفايه. يا مهند تسلم لي على اللفايه. مرسي تسلم لي على اللفايه والشيرات. احمد يا ميدو تسلم لي على الكير والشير. يا زياد تسلم لي على اللفايه. يا عز تسلم لي على اللفايه. كرولس تسلم لي على اللفايه. اماني تسلمي لي على اللفايه. صباحكم فل يا جدعان، يا رب تبقوا بخير. حكشه واجين متخاذل وانكل مرسي. تعالوا نروح للايه للحاجات اللي هناك. السلام عليكم. وعليك احلى صباح عليكم يا جدعان. احنا مصحيين مرسي من النوم. غباء غباء غباوه دي حاجه. تاني حاجه حكشه. ايه ده؟ تاني حاجة حكشة مسكت نفسها وما نامتش عشان خاطر اللايف، ودي يعني ايه حاجة مش عارفين نقول لها ايه. يا فنانة يعني بقى، شكرا يا فنان، شكرا يا فنان. اسكندرية قاعدة بيتي. قاعدة بتاكل. لا اسكندرية مش جاية معاها بتجديد عقد الصيف. ايه تجديد عقد الصيف ده؟ يا رب تفضل يا عم. ابدا يا فارس، انتوا اقسم عندكم بالله ابدا. شتية ولا ايه؟ انا اه لسه بتشتي لحد امبارح ولسه والله. بتشتي لحد امبارح، وهوا وحوارات. وزعلانين؟ احنا الصيف ما جاش. لا وزعلانين طبعا، صح؟ انا عن نفسي مبسوطة، انا مبسوطة جدا يعني. تعالى كل يا مرسي. بتاكلي ايه يا اماني على الصبح؟ يا اماني يا اماني كرشك يا اماني بقى يا اماني. صباح عايزة الفل يا نكرمك فيها جدعان. وحلوة. صباح الخير لا الف وتبا هنا لمواعيدك. ليه يا عم تبا لمواعيدي ليه بس؟ ما انا بطل يا جماعة والله، بطلع لايفين، لايف الساعة 7 بالليل ولايف الساعة 6 الصبح. أعمل لكم إيه تاني؟ أطلع 3 مواعيد عشان الدنيا تظبط. تعالى كل يا مرسي. وأنا لأ، أنا شتا ورعد وهو أنا جالي برد 4 مرات. ألف سلام عليك يا بطوط. دي مواعيد دي؟ طب والمحاضرة 8 دي تروح تتلغي. المحاضرة؟ لا ده المحاضرة. يسكت يا لم حوكشة. قرودك، لم قرودك بقى. رز بسمتي وفراخ. الف انا وشفا. يا سامح تسلم لي على اللفايه. يا فارس تسلم لي رز على بسمتي اللفايه. وفراخ دلوقتي؟ بص ايه ده؟ احمدوا هو ربنا انا اسيوط مش لقيت كده معترفه ان هدفعها على في الغدا. فصل اسمه الشتاء اصلا. اه اسيوط. هو انا ببص لقريني ولا ايه؟ هو رز انتوا ممكن بسمتي تدخلونا وفراخ. الجيم ولا مش جايه معاكم النهارده في جيم؟ هو انا الليدر؟ انا مش ليدر. انت حكشة كنت قايلك ترحب بالناس والله. راح انا ماشي. غلطان، لا لا خلاص. انا غلطان بس مش عايز ارحب بيكوا. ادخل الجيم الشاي عادي. خلص وانت لسه ما بدأتش لايف. معلش انا اسف، معلش ما كنتش بحضر لك الفترة اللي فاتت دي، كنت مسحول في كذا حاجة، بس انا اجدع منك وجيت لما فضيت. لا علي عندك يا عم ميدو. مين اجدع من مين؟ مفيش حد اجدع من حد حبيبي. انت نورت الدنيا يا عم ميدو والله. ما انا ما نمتش ولا انا والله، ولسه ضربة نفس الاكل برضه. انا صاحي من امبارح يعني. انا اصلا صحيت طلعت لايفي صاحي لغايه دلوقتي، طلعت اللايف التاني وبعديها بقى هنام بقى. انا سامع صوت اللايف بتاعي من عندكم تقريبا. مش من عندي. قفلت الصوت. مش يا بختك يا سيد، محدش زمانه بيلحن مع عبد زمانه بيلحن مع عبد الحليم بقول السيد. لك ايه بقى، اه فين شفت الاستدال اللي كان لا 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 دلوقتي كان لسه فيه وال صافي. القول بيبقى مفتوح وحاجة. ايه عنب؟ عندي محاضرة. ايه ده؟ يوم واحدة رومانسية في الديسكورد. انتوا لا لسه استنى بتروحوا، انتوا لسه بتروحوا بتاع ده المحاضرة لسه؟ لسه معلش، ده جد، ده جد عمو مارسي. يا عم انت ابو ايوه الجدعانة، بس ما حضرتلكش كام يوم تشيلني من عندك ليا حق ازعل.
ليه حق يزعل يا جدعان؟ لا يوه يا عم انت تشال اسمك من الجنة، ما عايز يعني الموضوع مش مستاهل. امسى كده واروح البيت، اروح البيت واجي. ماشي يا زياد، لسه ما نمتش واجيم قعدني تحت تهديد السلاح. والله ما اقدر، والله ما اقدر. والله يا مريم مريم احنا كلنا ما نمناش ما عدا مرسي. شوف بقى يزلوني، شوف بقى هو انا ما عدا مرسي اله يا رب ربنا هو ايه في ايه. انا نايم الساعه 4 وربع. مرسي لا مرسي، نمت ساعتين ولا ما نمتش؟ نايم 4 وربع. ساعتين ايه؟ 4 وربع. ايوه ساعتين الا ربع. طيب وقف معاك في ربع ساعه دي، نامهم دلوقتي لحد ما ننزل من الطياره. والله اسالني بقى يا مريم، اقتلوه. اسالني بقى. الاهتمام ما بيتلفش. خيانه فعلا، كلنا صحيين اللي هو لا خيانه، خيانه واستحق الجلد. اه لو منك 10 جلدات. محدش نزل معانا صح؟ نو انتوا بطلتوا تنزلوا مدينة كبيرة ليه يا جماعة؟ هي ناقصة، هي ناقصة ريندر وحزق زحمة زحمة زحمة، واللي بيحزق أكتر واللي شايف ألوان. لا لا خلاص خلاص، ننزل هنا ونموت وما ناخدش الكارت وماله ما نموت. يعني ده جديد علينا يا بنتي. هو انت فاكره ان انت بتهددينا بالموت؟ انت فاهمه غلط. انا اصلا لعبه مرندره، انا اصلا عندي ريندر دلوقتي. وانا اصلا ما انا أيوه. اللعبه متبهدله اساسا. طيب خدي السموك احيانا. ده انت بترقصي. الله دي بتقطع يا احمد يا مكرم، تسلم لي على اللفايه. صباح يا صباح يا عم مينو يا رايق. اخوي اخويا مينو الرايق مينو الغدار اللي... اه الغدار اللي ما لعبش معانا كتير يا النهارده. مينو يا غدار. وش انت دارتها في المكان اللي انا فيه ده؟ ليلا 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 يا شفيق، تسلم لي على اللفايه. لا هو انا بلعب على 10 فريم تقريبا. ده انا اغنى منك، بلعب على 15. مع اني مشغل التكييف. اي يلا حكشه. اكلتي ايه؟ اكلتي يا حكش؟ اكلت شمام. شمامة مش اسمه كده؟ في شنطة تلاتة هنا. I got supplies. لا بقول لكم ايه، ثانية بس، هو قصد مريم ايه؟ بتقول لك اسكانوا بيموتوا في الصغيرة، قصدك ايه يا مريم؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هم بيموتوا في أي حتة يا بنتي. وانا بالحب على أساس اللي انت ما بتموتوش معانا. لا لا ينعل أبو الفويس، ينعل أبو الفويس. بعديك فين فوق هنا؟ I got supplies. هيبدأ اللي يطلع لي ام فور بقى. انا معيش فيست. اه لقيت فيست. ايه ده؟ ايه؟ هو غنوة معانا؟ ايوه يا ابني، ما انا من اول الجيم ما خدتش بالي ولا اسمه على الطيارة. واحد بش علينا. ثلاجة. بقى يعني يا جماعه، يعني يعني مش كده يا جدعان، ما بشينا عليه. ما هو واحد جيب بزلاجه كلنا رحنا. انا كنت في اخر المدينه. هو فين؟ النوب
قوي يعني يا جماعة، نوب قوي والله. أنا كنت في آخر المدينة والله أواجهه جاي لك، أنت ما حرام حضرتش. ضيعت أنا، ما أنا هصبر ليه؟ ما هصبر لما يخش يكمبر جوه. عارف يلا، عارف يلا، تسرعك ولهواجتك مش دي إيه تسرعي يا يا جماعة، في حاجات لازم الله. تنجز فيها، لو أنت استنيته هيخش يكمبر لك جوه في مكان أنت ما تعرفش هو أيوه فين. إذا لم تقطعها قطع. أيوه فلازم على طول خلاص، هو زلاجة، كلنا قلنا زلاجة ووقفنا. ما هي زلاجة، ما هنروح للزلاجة احنا ثلاثة. لا يا الله، هو في ناس بتدعي عليا عندك ولا في سكرين ايه؟ شوت للبنج بتاعي ده ولا ايه؟ عامل له سكرين شوت للبنج لا يعني ولا انتوا عامل له اصلا ايه ده بقى وجودكو دلوقتي؟ ان هو ايه مثلا ما يفنشنيش، فما مش I'm عارف ايه، recalling a teammate. لكن انتوا سبتوني ابوش لوحدي زلاجة. طب وبعدين ما لازم نروح. دل الاستاذ الزق يا ابني بدل الاستاذ صوت بعد صياحة. كده عشان البنج بتاعي. طب يمكن البنج يظبط. يتحرك يا رب، ما يتحرك في ايه؟ ايه ولا ايه؟ يا ماني بتقول ايه؟ بتقول ايه يا اخت سايد شخورة؟ شخورة، شخورة ده تمن، انت بتقول ايه يا غالي؟ شخورة ايوه يا غايب ليه؟ ايوه كده يا فنان. ثلاجة سقعك يا جيها، يعني ايه؟ ما فهمتش. مش عايزة تيجي سبايدر هي خلاص، سبايدر مان مش يلا عايزة. يلا نخش زون. ده مش غني وده شادي بيلعب بالاكونت بتاعه. انا مالي وانا مالي. شادي شادي معاه الاكونت بتاع غنو، هيبندهوله تقريبا. جهاد تسلم لي على اللفاية. ام حريجة ام حريجة ام حريجة ايوه اوعى. ايوه خدت بالي. يلا بينا. ايه احمد عبد الهادي تسلم لي على اللفاية، منور الدنيا يا قلبي، صباحك فل. بصراحة بقى اللايف من غير حكشة بيبقى ممل. انت فين يا حكشة؟ انا هنا. اي كلام اي كلام. رزعتني عيني وراحت. عزومة ايه انت بتقولي يا شفيق؟ يا حبيبي يا شفيق جهاد والله حبيب قلب اخوي. هو شفشق بيقول ايه؟ انت فاهم حاجة يا ابني؟ منك الامر، رزعتني عين. ايه وراحت راحت العزومة؟ عزومة ايه؟ انت كنت باصص له في العزومة؟ عزومة ايه؟ عزومة ايه اصلا؟ معرفش بقى. عزومة مين؟ زوزة في الكومنتات. انا مش هنا يا شفتي بس بتشوف في الكومنتات. نورين الدنيا يا جدعان، احلى صباح يا عليكم. ايه جاب سبايدر ومشي. بص عامل لنا سبايدر مان في السلام عليكم. جه مان جه مان. انا اصلا ما حدش بيفهمني عادي. الجيم الجاي تلعب معايا، انا معايا التيم بتاعي بقى يعني، تابعني كده وان شاء الله في وقت ابقى عامل فيه تيم كود نلعب كلنا مع بعض. شفيق 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 امبارح كانوا بيحط عليه اول واحد، ما بيلحقش يكمل الجيم. انتوا كنتوا قاعدين في تشانل ايه بالليل؟ في مين الجنرال البيل كده بقى؟ اماني في الجنرال عندي في الديسكورد يا اماني. يا عم قصده على امونج. مين اللي قصده على امونج يا مريم؟ جوزة انا ما تاني. لعبتش معاهم امونج غير جيمين يا مريم. بص 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 مين عم كاتب ايه؟ كاتب ايه؟ جوزة تعمل اكونت بديل ويبقى اسمه شوف بتاعها. زون. طب هتمشوا بالعربية هات السبايدر. طيب
اركب عالكبوت. لا ما يقدرش، هيقعدك عالكبوت. ايه ده، ايه ده، باجي اهي، باجي اهي. باجي هتركب بقى تمشي. ما وقف كده ليه؟ انا تعبت يا جماعه. الهك على الهك اللي بيلعب بيه على. انا ماشي يا عم. ليه يا زوزه؟ لا زوزو خليك يا عم. تعال يا مرسي. خد يا مرسي اركب. هنروح على فين عشان مش عارف؟ ممكن تروح على بشيك. هنروح نبص في حاجة هناك ولا لا؟ بس روح على بشيكولو. يعني هم عاملين مكان للتفحيط بالعربية والمصر. ايه ده؟ هقر 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 هقر. كده بتخلينا نخمس كده. اه فيلم فاست في السينما محدش هيودي. صدق يلا انا عايز اودي. جدا جدا جدا. طب يلا بينا بقى. صح انا بقول كده برضه. حط لي شوب بقى. حط لي شوب يا باشا. نحط شوب. حط لي شوب بقى. حط لي شوب. ها ها حط شوب بقى. اهو الشوب اهو يا ميكزو. فين تحت باخده؟ اللعبة بترندر جامد قوي حبيبي يا جهاد. هو اللعبة كلها رندر اصلا من اول ما بدأنا. اي انا بقى عايز ايه؟ انا عايز اجيب سنايبر. انا معايا قد ايه؟ 29 برضو. لو حد اتبقى منه عمل يقول لي. والله انا هجيب طلق لان انا معيش طلق خالص يعني. تصدق فكرتني يا ماشي غير 71 طلقه. ايوه لو حدد بقى منه حاجه. اي نعم مش هنعمل بيهم حاجه بس نجيب طلق. لو حدد بقى منه تبقى منه شيء فليخبرني. حاضر حاضر. بص يا وجيه انا مش هجيب سلاح تاني يعني. اليوم بيه هفضل بال 50 طلقه ده. خد 20. ده كتير ده كتير. انا بس عايز اجيب ام 20. انت الاستريمر. انت الاستريمر يا عم. استريمر ايه وبتاع ايه؟ انت الاستريمر. ستريمر ايه وبتاع؟ احنا بنتحمى فيه. بطلوا بقى افترى بقى على خلق الله. انا كنت عايز ايه؟ يا نهار اسود. حتى شفيق بيقول اصلا عادي. يا رب. تمام تمام تمام. اي لا اماني اختسايت شخوره بتقول لك مش هكتب كومنتين تاني. اتفضلوا كلوا خوخ الف انا وشيف. طب ايه ده بقى؟ مين اللي رمى الفلاش؟ شايف حاجه اصلا؟ يلا يلا يا جدعان يلا يلا. النوا معاك في الجيم تقريبا يا جيها. اه مش بس مش هو يعني شادي هو اللي بيلعب بالاكونت بتاعه. اسكت يا مرسي. اسكت يا ندى ماسكه لسانها. شيلتر. عيل يعني يا جدعان. والله العظيم ثلاثة بولع السيجارة. والله بولع السيجارة بقلبي. اتولع فيا انا كلي. والله بولع السيجارة بقلبي. جه شالني من على الارض شيل كده. ايه هو جه ما تقفش جنب اخوك يعني هو بيولع في جنب. اقعد اقف جنب اقف جنب. ولا يعني انت وحياة امك. مرسي جاية تلف قدامهم. انت رجع له ليه؟
خلع. انا قلت هيقف وهيتبهدل. ممكن ننزل المدينة اللي تحت. انا عايز بس اتأكد المدينة فيها حد ولا لا. المدينة مفتوحة اصلا. روحي وكيف هنعرف دور. فيها. فوق. هتعملها ولا ايه؟ في حد تاني. اتنين تانيين. انا خدت ضربة من بعيد خالص. جامد. اتنين نص. تعرفي تقعي؟ في واحد تاني. صوت. هو ليه البتاع معلق؟ بس انا في حد من بعيد خالص. يا ميكي تسلم لي يا ميكي على اللبايه. ثانك يو. شفته؟ غير ان في ناس على الجبل. هو ده مش لسه جايبينه؟ ايه ده ده فين يابطة يا جدعان بهيل وربنا بهيل. ناقص بيفنش ده. نك لحم النك في الفيلم. اضربي يا بنت اللعيبه. عاش يحيى. تسلم لي على يحيى. اسم على اللفاي. بالنسبه اللي جاب هيلو يعني. عاش. من الغساله اللي جاب هيلو يعني. عاش يا اسطى. ثانك يو. عاش. انا بس ايه الواد ده؟ انا مش عمال بدور عليه مش شايفه. اخويا جه عامل مشاكل ليه؟ اخويا المكي وحشني قوي. عامل ايه؟ هيل. حاضر والله حاضر يا مكاوي. مسا يا يحيى. عامل ايه يا حبيب قلبي؟ بصوا يا جدعان، صباح الفل. هو مسا ليه؟ ثانك يو. فايتات جد. اوكي دي الفايتايه الجد الوحيده. ايوه عشان محدش يستنى فايتايه جد تاني يا جدعان. عشان ايه؟ نبقى بس شفتوا ما تستناش مننا نعمل حاجه تانيه. الواد هنا. واتش اوت يا عم، كل شويه اسال عليك يقولوا لي نايم. ما انا هقول لك بقى، انا عشان بقيت بطلع لايفين، واحد الصبح وواحد بالليل، فبقيت بنام في نص اليوم. مرسي. نعم. ده اللي في بالي. ها. تمام. ده شادي. طيب يلا فايت انت مع حالك، عشان احنا كل واحد فينا في حته. لا بجد. لا بقى يعني. طب ما انا مش عارف انزل لك. مرسي جنبنا. يا مرسي من ظهري. شفت الولد؟ هي صح كده. حد بش يا مرسي. في عربية كمان جد. ماشي عاوزين تلحق. ماشي ثانية بس. عايزه معاكي. هو منور. سيبوهم يهبدوا في بعض. الله. يا ابني انا كفر اصلا. الو. ثانك يو. حبيبي انا على السلم. بصوا هو التيشيرت مكتوب عليه جيا ولا ده تبع الفريم؟ لا تبع الفريم. صبح جيا. صباح الفل يا هاجر.
ماشي يا شادي يا خفيف. اجيلك الله، اجيلك في مره معايا 200 جنيه ان شاء الله. اجيلك الصفحه، اجيلك الصفحه 200 جنيه، اجيلك وانا معايا 200 جنيه باذن الله. ايوه 200 جنيه 200 جنيه والله، اخيرا 200 جنيه والله. افتكرتك اتشهرت وبقاليك مرش وبتاع. لا مش للدرجه دي، مش للدرجه دي. يا باشا نتقابل ان شاء الله وانا معايا ال 200 جنيه ولا اي 200 جنيه يا ولا اي 200. لا والله بس هي عملنا اخرها 200 فايطايه جنيه حلوه، هي اخرها 200 عملنا جنيه فايطايه معايا. حلوه، بس الفكره الفكرة الخنزره ان هم جم في قفانا اصلا، يعني المشكلة ان انا كنت على السلم اصلا، مش فاهمة هي جبت المشكله ازاي. ان مرسي اتجاب، مش ان انتوا اتجابتي المرسي، ان مرسي اتجاب خلاص. انا بقى بقيت ايه، عايز اروح اريف في مرسي فاهم، فهروح اريف في مرسي فانت لوحدك فاتجبتي، فخلاص شكرا، ما باظت الفايطايه يا حبيبي يا لا بس ابني. ايه يا انا سوفا عامل